اوكي هنكمل مع بعض. ان البيشنت بيجي يشتكي من هدك او بيشتكي من vomiting manifestation of increased intracranial tension، لانه زي ما اتفقنا السكال دي مكان مقفول، لو حصل اي increase في البريشر انسايد بسبب الاديمه اللي بتحصل اراوند فبيحصل البيشنت بيجي يشتكي من projectile vomiting او vomiting بيحصل له كتير جدا وقت الصبح، والvomiting ده ما بيبقالوش ريليشن بالميلز او بالاكل، بيشتكي من كمان زي ما اتفقنا اي حاجه ريليتد للسايت، يعني هل كان التيومر اوكسابيتال فانا هشتكي من حاجه فيجن او انتمبرال سايت او وات ايفر اكوردنج تو ذا سايت او ذا تيومر. احنا بنعمل ايه المعين ده ببساطه شديده؟ احنا طبعا بيفرق معانا في اللاب، هبص على حاجه معينه في اللاب انفستيجيشن، انا هيفرق معايا الموليكولر اناليسز لما هعمل بايوبسي، يعني خلي الجزء ده نهتم فقط بس بأهمية البيوبسي، وأنا عندي في حاجة اسمها ستيريوتكتيك بيوبسي، يعني أول ما البيشنت هيجي بنعمل له إيميجينج بعد الهيستوري إكزامينيشن، وفي الإيميجينج بيفرق معايا جدا الإم آر آر، لأن الماجنتيك ريزونانس إيميجينج هو اللي بيبين السوفت تيشو أكتر وبيبين الإنهانسمنت أوف ذا تيومر. بعد كده باخد له بايوبسي، طبعا بنسميها ستيريوتكتيك بايوبسي، يعني بنعمل تيرفاين بسيط وبنحاول ناخد جزء علشان نعمل له هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن وموليكولر اناليسيس. الموليكولر اناليسيس بيفرق معايا برضو في الابروتش اوف ذا تريتمنت، يعني العيان ده لو بايلو سيستم زي ما اتفقنا يبقى السيرجري هتبقى فيري افيشنت وبعد كده ممكن يحصل كومبليت كيور، لكن لو هو جلايوبلاستوما مالتي فورم ممكن مابقاش عارف اتدخل بسيرجري ودي كونكرنت كيمو اند راديو ثيرابي. طيب يبقى هنتفق ان في لاب انفستيجيشن سبيسيفيك لده اوف الموليكولر جزء البيوبسي والايمجينج تيست، الماجنتيك ريزونانس ايمجينج. الماجنتيك ريزونانس ايمجينج ده ليه كذا طريقه، يعني في بيرفيوجن ستاديز وفي ستاديز ثانيه بتعتمد على الفينوجرافي وات ايفر، وفي طبعا حاجه اسمها سبكتروسكوبي دي بتعتمد على الفانكشن انسايد، يعني في كذا طريقه بس احنا يهمنا ان احنا نبقى عارفين ان في ام ار اي ماجنتيك ريزونانس، وممكن نستخدم البيت سي تي او البوزيترون ايميشن توموجرافي، وطبعا البايوبسي فور هيستو باثولوجيكال اكزامينشن. طيب انا خلصت كل الحاجات دي، هعمل ايه للعيان؟ ما بظبطش انت بصوا، يعني احنا في كذا ايميجنج للام ار اي او البيت سي تي بتقول ان مثلا الناحيه دي ادي رايت سايدد تيومر على تقريبا تمبرال لوب، I can expect ان العيان ده فعلا لو حاجة قريبة من الـ area الـ functional area of hearing العيان هيجي يشتكي من مشكلة في الـ hearing. عند opposite side تخيلوا مثلا ان دي حاجة واخدة enhancement عالي والـ tumor size كبير جدا، ببقى متوقع الحاجة اللي معدية كده واخدة الـ access بتاع البين على الـ two sides انها تكون glioblastoma multiforms. تمام، البيت سي تي برضو من الحاجات اللي ساعدتنا جدا ان احنا نعمل دايجنوزيس ونعمل ستيجنج للبرين تيومر. طيب وات اباوت ذا تريتمنت؟ هو الستاندرد تريتمنت زي ما اتفقنا السيرجري، وده بيفيد جدا في ال WHO جريدنج الايرلي 1 اند 2، وفعلا بيبقى فيه كومبليت كيور، راديشن ثيرابي، الكيموثيرابي والسبورتيف تريتمنت.